الجولان هذا الأسبوع مجموعة من الأخبار المحلية اللي صارت على مدار أسبوع كامل، لتكونوا على اطلاع تام بكل شيء عم بيصير بمنطقتنا. أولى أخبارنا لهالأسبوع، شهدت قرى الجولان وتحديدا مجدل شمس استنفار أمني إسرائيلي بمناسبة الذكرى 64 للنكبة الفلسطينية. السلطات الإسرائيلية تخوفت من تكرار سيناريو النكبة من السنة الماضية، فحشدت المئات من أفراد الجيش والشرطة بمحيط مجدل شمس وأغلقت المنطقة المحاذية لخط وقف إطلاق النار، ولكن الأوضاع كانت هادية وما صار أي أحداث خارجة عن المألوف. خبرنا الثاني عن الهزة الأرضية اللي ضربت المنطقة بقوة 5.5 على مقياس ريختر، ومعظم سكان المنطقة شعروا فيها بوضوح. مركز دراسات البيئة الأمريكي حدد قوة هالهزة وأضاف بأنه مركز الهزة كان على عمق 45 متر بقعر البحر المتوسط على بعد 130 كيلومتر من مدينة بيروت، وأثرت هالهزة على منطقة شرق المتوسط. من أخبارنا الفنية لهالأسبوع، الفنان الجولاني إسماعيل مداح راح بيشارك بموسم رمضان 2012 بأربع أعمال فنية جديدة مع مخرجين شباب مثل رشا شربتجي وأحمد إبراهيم أحمد. الخبر الثاني عن ابن الجولان فادي الدمقسي من عنقنية واللي عايش بأشرفية صحناية، عم بيشارك فادي ببرنامج غني مع غسان عبر شاشة التلفزيون الجديد، واجتاز المرحلة الأولى بعد ما غنى قصته وأهداها لأهله بالجولان. مرحبا، فادي الدمقسي من الجولان. هلا أنا اخترت أغنية للأستاذ محمد عبده، وهي الأغنية ممكن إنها تجسد الحالة اللي أنا فيها، أو ممكن تكون هي عبارة عن جسر تواصل ما بيني وما بين الأقارب بالجولان. هلا المعاناة اللي كنت أنا فعلا عاني منها هي البعد، ما كنت بعرف أقاربي، ما كنت بعرف عمومتي، يعني مشتاق إني أسمع أصواتهم، شوف وجوههم. هلا السنة الماضية إجوا على الشام وعلى الأشرفية صحنايا مكان إقامتي، وسهرنا نحن وياهم، وتمنيت فعلا انه الليل يطول وما تجي ساعه الوداع، لكن كل شيء له بدايه وله نهايه. عمليا الامل موجود ان شاء الله اني ارجع اشوفهم، وبهي المناسبه راح اهديهم هاي الاغنيه، وان شاء الله بشوفهم عن قريب. لبعادك انتم مولع خبرنا التالي عن نتائج امتحان البسيخومتري للقبول للجامعات، ومن الملاحظ تحسن بنتائج الطلاب بهالامتحان، والدليل على هالتحسن 19 طالب أحرزوا علامات فوق 600 علامة، ومنهم 4 طلاب فوق 700، وهن ربيع حبوس ب 730 علامة، قيس أبو صالح وأيهم مسعود 710، ووسام شرف ب 700 علامة. نتمنى للجميع التوفيق ودائما بالنجاح. حوادث السير عم تتكرر بمنطقتنا بشكل مستمر. هذا الأسبوع شهد حادثين، حادث الأول كان ببقعاثة، تراكتور زراعي انقلب على الطريق الرئيسي بمدخل بقعاثة واصطدمت فيه سيارة، سائق التراكتور أصيب إصابة خفيفة. الحادث الثاني غريب من نوعه، سيارة مركونة بمحطة الوقود بيتفاجأ صاحب السيارة الصبح إنها سقطت بطريقة غير معروفة عن ارتفاع 3 أمتار بجانب مطعم كمال السيد أحمد. كاميرات المراقبة بيّنت حوالي الساعة 1:45 بالليل سيارة غير معروفة عم بتسير بسرعة عالية جداً على الشارع الرئيسي، التفتت بشكل مفاجئ لمحطة الوقود وصدمت السيارة وقذفتها للأسفل. ختام هالأسبوع كان بثانوية مجدل شمس بفعالية يوم الطالب، ابتدى النهار وكان الطلاب أخذين دور الهيئة التدريسية والإدارة، ومن أبرز الفعاليات تكريم الأستاذ يوسف السيد أحمد اللي راح يطلع الشهر القادم للتقاعد بعد 25 سنة قضاها بمجال التدريس. تعجز كلمات الشكر أن تفي الأستاذ يوسف حقه، حيث قضى أكثر من ربع قرن في مزاولة رسالته السامية بتعليم أبناء مجتمعنا.
أشكركم من كل قلبي على تقديركم وتقييمكم، فقد أحببتكم ومن سبقكم كأبنائي. يؤرقني مستقبلكم ويهمني أمركم. من ضمن فعاليات يوم الطالب أقيمت مجموعة من الفعاليات على شكل محطات تربوية، واختتمت الفعالية بحفل فني. ملاحظة هالأسبوع هي حول الحوادث اللي عم يتعرضوا لها الأطفال الصغار. هالأسبوع تعرض طفل عمره 4 سنوات لحادث صدم بسيارة، وتعرض الطفل لحادث سقوط عن الدراجة، ولحسن الحظ كانت الإصابة خفيفة. بهالمناسبة العطلة الصيفية صارت على الباب، ولازم توعية هالأطفال حول كيفية اللعب وقطع الشارع، بالإضافة للانتباه من لعب الأطفال بالدراجات بدون ما يتعرضوا لأي ضرر. هيك كانت أخبارنا لهالأسبوع. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت جولاني.com. موعدنا الجمعة القادم ببرنامج الجولان هذا الأسبوع. إلى اللقاء.